السلام عليكم. اليوم نروحوا لمدينة الجزائر العاصمة وبالضبط في حي سيدي يحيى لنعرفكم على هذه الإقامة الرائعة. يعني هذا هو يعني التصميم اللي نحب نشوفه في يعني البنايات نتاعنا، حيث أنه المطور العقاري هذا وظف الشرفات الخارجية في يعني تصميم الواجهة، يعني فيه توظيف لهذه للشكل نتاع لي بالكون باش يمد واجهة جميلة جدا، وهذا ما يسمى ب لو دريسينغ تري ديمونسيونال. لازم تكون فيه هذا التوظيف باش تكون عندنا شكل خارجي ذات أبعاد ثلاثية يعطي شكل جميل. وهذا الاتجاه وهذا التوجه في التصاميم هو توجه يعني آخر ما تم الوصول إليه يعني في مجال الديكور الخارجي والبيئي لاندسكيب، ما يسمى يعني الديزاين ديكستيريور في هذا الميدان. إذن ديكور رائع، واجهة رائعة لهذه الإقامة، وإن شاء الله المزيد في هذا الميدان في كل ولاية الوطن. نترككم تتابعون. إذن والسلام عليكم.